بي لليوم. الكل يحبذ أن تقوم الأو سي بي على رأسها بالطبع الأو سي دي ببرنامج شراء أصول لدعم الاقتصاد منطقة اليورو. هناك يمكن تضارب داخلي بما يخص هذا القرار، وماريو دراغي يواجه الكثير من التحديات بما يخص تمرير هكذا قرار. أمامنا حوالي 10 دقائق تقريبا لكي نبدأ سماع نتائج بنك المركزي الأوروبي بنك أوف إنجلند. أبقى الأسعار كما هي بالطبع عند أدنى مستويات تاريخية. فوتسي يتراجع بعشر نقطة مئوية، اليورو دولار بيرتفع بشكل جيد نضيف حوالي 0.3%. للمزيد حول ماذا يمكن أن نتوقع أو ماذا يجب أن يقوم به البنك المركزي الأوروبي الآن، ينضم إلي مباشرة من أبو ظبي نور الدين الحموري كبيري استراتيجي الأسواق في ADS Securities. نور الدين أهلا بك، أمامنا يمكن أقل من تقريبا 6 دقائق لكي نبدأ نسمع نتائج اجتماع البنك المركزي على 12:45 توقيت GMT. توقعات واضحة، وفي فرق ما بينها وبين ماذا يجب أن يقوم به البنك المركزي. البعض يقول أنه it's too late، أنه حتى لو تدخل ب fully fledged quantitative easing ما حيعمل هذا الفرق. قراءتك وعلى أساسه كيف تستثمرون؟ نعم، منذ بداية العام الحالي كنا نطالب البنك المركزي الأوروبي أيضا بأن يكون هناك في تدخل سريع وأسرع من ذلك، لكن ماريو دراغي نوعا ما كان لديه الحق في عدم التدخل، لأن وجود هناك في شيء مهم جدا، البنك المركزي الألماني يرفض أي عملية تيسير كمي. حتى أنه خلال اليومين الماضيين كان لدينا تسريبات من البنك المركزي الأوروبي تشير أنه فيما لو قام ماريو دراغي اليوم بالإعلان عن تيسير كمي شامل سيقوم رئيس البنك المركزي الألماني بالاستقالة من منصبه، بينما فيما لو أيضا ضغطت ألمانيا على البنك المركزي الأوروبي أو على ماريو دراغي بعدم الإعلان عن أي تيسير كمي، هذا الشيء الذي أيضا قد يؤدي، أو شهدنا حالة في الأسواق والحديث بشكل كامل عن أنه ماريو دراغي لن يطيل في منصبه الحالي. فما يجب عمله في الوقت الحالي الآن هو الاستمرار في إضعاف اليورو مقابل الدولار الأمريكي ومعظم العملات العالمية أيضا. عملية تخفيض أسعار الفائدة الآن أصبحت لا جدوى منها، لأنه أصلا لدينا يعني معدلات الفائدة على الودائع سلبية، أيضا لازلنا معدلات الفائدة العامة قرب مستويات الصفر أو عند الحد الأدنى اللي هي 0.15% تقريبا. فنوعا ما إلى الآن حتى لو كان هناك في تيسير كمي في الغالب لن نشهد هذا التأثير الكبير جدا، لأنه يجب أن نعرف ما هو المبلغ الذي تستطيع أو تريده منطقة اليورو على الأقل كي تخرج من الورطة الحالية التي هي موجودة فيها الآن. نور الدين، لماذا نرى اليورو يرتفع اليوم بحدود 0.3% 0.2؟ ماذا تشير هذه الارتفاعات؟ هذه الحركة الأقوى في الكارنسيز الآن. هذا الشيء كان يعود لما حدث اليوم صباحا او صباح اليوم في حوالي الساعه 7 صباحا بتوقيت ابو ظبي، شهدنا تحركات كبيره جدا بالنسبه للدولار مقابل الين الذي وصل الى 105.50 وعدنا مره الانخفاض، فهي نوع من التصحيح. لا ننسى ان اليورو لا زال ايضا مدون مستويات او عند قرب ادنى مستوياته منذ حوالي اكثر من عامين تقريبا، الان هي عند مستويات ال 25 وال 24 40 هي مستويات او ادنى مستويات الاسبوع الحالي. فلا نعتبر ان هذا الارتفاع هو ارتفاع تقني فقط. مناطق البيع بالنسبه لليورو اليوم شهدناها او سمعنا في الاسواق انها ما بين حوالي ال 25.20 وال 25.30 والتي لا زالت صامده الى الان، فحتى الارتفاعات الحاليه هي تعتبر ارتفاعات قصيره الاجل لن تستمر لفتره طويله. ماذا تراقب ايضا نور الدين؟ ماذا عن الدولار اندكس؟ الدولار اندكس هناك في شيء مهم جدا، التصويت الشعب الامريكي خلال الاسبوع الماضي لنجاح الجمهوريين يشير الى شيء مهم جدا، او سؤال نطرحه في الوقت الحالي اذا بتسمحي لي اسالك سؤال المره هاي، لماذا قام الشعب الامريكي بان يصوت لصالح الجمهوريين ضد الديمقراط؟ هناك هذا السؤال يعني يشير بشكل واضح لانه هناك العديد من المؤشرات تشير الى ضعف الاقتصاد، لكن بالنهايه الحكومه لا تعترف بها، والشعب الامريكي عندما يصوت لصالح الجمهوريين هذا الشيء يشير ايضا ويؤكد ذلك أن الشعب الأمريكي غير راضي عن الوضع الاقتصادي الحالي. فهذه أحد الأمور التي أدت من جديد إلى ارتفاع الدولار الأمريكي مرة أخرى. قد تستمر هذه الارتفاعات حتى يتم أو نشهد أي نوع من التغير في يعني النظرة العامة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي. لن تتغير الآن لكن قد تتغير خلال الأشهر القليلة المقبلة، ومن الآن حتى نهاية العام الحالي وأيضا الربع الأول من العام الجاري يجب أن نشهد استمرارية في نمو الاقتصاد الأمريكي، والتي نستبعدها لأنه في الوقت الحالي حتى الناتج المحلي الإجمالي التي أدى
الذي أتى ب 3.5% سيتم تعديله مرة أخرى نحو الأسفل إلى حوالي ممكن أن نصل إلى 2.7 أو حتى ما دون مستويات 2.7، لأنه شهدنا انخفاض أو أولا ارتفاع بالعجز في الميزان التجاري بشكل كبير، انخفاض في السبندنج على الكونستراكشن، وأيضا انخفاض في الإنفاق من قبل المستهلكين بشكل كبير. نور الدين الحموري، كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities، شكرا جزيلا لك.